السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المكس في الإسلام، المكس بمعنى أخذ الضرائب الباهظة أو الضرائب من الشعب. في فتوى للعز بن عبد السلام في موضوع جمع الضرائب من السوق، يقول في الفتوى: لا يجوز أخذ ضرائب من الشعب لتجهيز الجيش للحرب إلا بشرطين. الشرط الأول أن تنفذ خزائن الدولة من الأموال، والشرط الثاني أن يتساوى الحكام والوزراء وزراء الدولة وحكامها بالشعب، بمعنى ان كل مسؤول من المسؤولين والحكام يبيع ممتلكاتهم الزائدة عن حاجته وممتلكات ترفيهية وما شابه، يعني الحاجات اللي فيها زيادة عن حاجة. عندك بيتين، عندك 10، عندك فيلا، عندك 3 4 عربيات، طيارة، الحاجات دي كلها. حاجة اللي زايدة كان في فتواه بيقول يبقى معاك، كل مسؤول يبقى معاه فرس وعداد للحرب واحد، يعني وقتها كان في وقت حرب هم بيجهزوا للحرب ضد التطور. تخيل في تجهيز حرب، يعني بزماننا دوت يعني عربية واحدة، كل مسؤول يبقى معاه عربية واحدة. ثم بعد ذلك تفرض الضرائب على الشعب بعد تصفية ممتلكات المسؤولين وكبار الدولة. وهذا كله في مسألة الجهاد كما ذكرنا من قبل، اللي هي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروة شنام الإسلام الجهاد. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يعينك يا شعب، وشكرا والسلام عليكم.